ورجعنا لكم ولسه مكملين معاكم فقرات برنامجنا برنامج مطبخ البلد. في يوم من الايام كان المحرك ليا انا شخصيا كندا رحمي ان انا اقول هخس، يعني هخس لو هموت فيها، هو التنمر. التنمر بقى عشت سنين انا واخده التنمر بمراحله بقى، ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه، ومع يعني مش عايزه اخش في تفاصيل تاني عشان انا درست في كذا جهه، بس الفكره انه التنمر كان ليه معايا جاب طويل قوي، حتى بعض الاصدقاء، حتى بعض الاقارب اللي مش من الدرجه الاولى. في ناس ممكن تقول كلمه مش غرضها خالص خالص التقليل منك او كسرك، بس هي بتيجي كده بقى. طيب، حلم الوزن المثالي وحلم الشكل اللي نبقى راضيين عنه، اللي هو اكتر شكل ممكن يبقى شكلنا حلو فيه، هنوصل له ازاي؟ ازاي نقدر نحققه بطريقه امنه وسليمه من غير ما يضحك علينا ومن غير ما ندفع فلوس كتير؟ اسئله كتير قوي ليها علاقه بالريشيب والجسم المثالي، هتجاوبنا عليها الدكتوره حنان الحسيني الصيدلانيه. عامله ايه؟ عامله ايه يا ندى؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. وانا داخله بيقولوا لي ان انت جايبه مفاجاه النهارده. ايه بقى المفاجاه؟ بصي، انا جايبه الكورس طبعا السوبر سيليم اللي الناس كلها عارفاه، اللي محقق نجاح الحقيقه يا ندى غير مسبوق في عالم التخسيس، الكورس اللي بيقدر يغنيني تماما عن العمليات الجراحيه، عمليات تكميم المعده، تدبيس المعده وتحويل المسار، الكورس اللي هيقدر يخسسني من 10 ل 15 كيلو في الشهر من غير ما اعمل دايت، ودي نقطه مهمه جدا. الكورس ده ثلاث منتجات. غير ما اعمل دايت مش هتمنعوا حد من الاكل؟ لا نهائي، ما عندناش طبعا منع خالص اطلاقا. احنا عندنا بتاخد الكورس في مواعيده، بنلتزم ان الكورس يومي، وان كبسولات السوبر سيليم وكبسولات البيسلام بياخدوا معاها كوبايتين ميه بعد كل كبسوله، مع دهن كريم شد الترهلات بالليل عشان نحوط الجسم كله بثلاث منتجات يقدروا يكسروا الدهون، يكسروا الخلايا الدهنيه، وكمان ينحتوا الجسم من غير عمليات ومن غير دايت. وكمان بقى معانا ثلاث هدايا، فتخيلي بقى يا ندى اي حد بيتفرج علينا عايز يخس هيتصل على الارقام اللي ظاهره قدامهم على الشاشه، هيرد عليهم دكتور او دكتوره من الفريق الطبي الكورس سوبر سيليم، هيوصلوا ست هدايا، اللي هم الثلاث منتجات بتوع التخسيس اللي اعتقد كل الناس خلاص عارفاها ومنتشر الحقيقه انتشار جامد جدا. يلا بينا، كبسولات السوبر سيليم، كبسولات البي سليم، وكمان كريم شد الترهلات. ده الكورس الاساسي للتخسيس، ده اللي هيخسسنا من 10 ل 15 كيلو في الشهر من غير دايت. معاه بقى ثلاث هدايا تانيين، اللي هو كريم البشره، الكريم اللي هيعالج التجاعيد وهيرطب البشره وهيفتح كمان لون البشره، ومعانا كمان كريم للعظم لو اي حد عنده مشاكل في العظام نتيجه يا ندى للسمنه الزياده. ساعات الدهون بتحمل على العظم فبتعمل مشاكل، التهاب عظم، انزلاق غضروفي، عرق نسا، اي مشكله من مشاكل العظم الكريم هيقدر يعالج جدا المشكله دي. وكمان اخر بقى هديه معانا، وهي سيرم هير تون لتساقط الشعر واعاده حيويته. دايما احنا خلي بالك الهدايا بنخليها مرتبطه بالكورس. ليه؟ دايما لما اقول لك اي حد هيخس انا هخس بس انا عندي شعري بقى بيقع، فاحنا عملنا سيرم هير تون عشان يعالج تساقط الشعر ويقوي الشعر ويتقله. حد يقول لك انا هخس لما باجي اخس بيحصل تجاعيد في وشي، فعشان كده عملنا الهديه اللي هي كريم مقاومه التجاعيد وعلاج التجاعيد وتفتيح البشره. حد يقول لك برضو انا لما باجي اخس او السمنه عامه عامله لي مشاكل في العظم بتاعي، محمله على العظم، عامله لي مشكله، فعملنا لهم هديه كريم علاج مشاكل العظم. فتخيلي بقى ثلاث منتجات مع الثلاث هدايا، بالاضافه يعني ست هدايا هيجوا لهم لحد باب البيت، بالاضافه لخصم 50% لاول 100 متصل على البرنامج عندك. هنا ساسكت قليلا. ايوه، احتراما وتقديرا لهذا الخصم العظيم. قولي لي بقى، احنا معانا خصم 50% مفتوح بالظبط؟ لا، لاول 100 متصل. لا بصي يا ندى، انت بتقعدي كل مره انت مش حافظه غيرها وهتخسريني مشاهديني. والله انت اللي هتخسرينا يا ندى، الشركه هتخسر، هتفلس. ثم كفايه قوي لاول 100 متصل يا ندى خصم 50% وثلاث هدايا، ده كده يعني في احلى من كده. انا مع السيد المشاهد. الاستاذه دي هي اللي مش علاقه، قال لك في خصم 50% الاول. ايوه، خصم 50% على الثلاث منتجات، وهيجي لهم ثلاث هدايا. طبعا في متابعه مجانيه مع الفريق الطبي، سواء لحقوا الخصم اللي هو اول 100 كورس او ما لحقوش. ايوه كده. ثاني حاجه، كده كده لازم متابعه، لازم. حلوة طبعا قوي. لان دي اكيد في وش الشركه. وهتدفعوني كمان شحن؟ لا خالص، الشحن والتوصيل مصيبه. لا تدفعيني شحن يا دكتور. لا الشحن والتوصيل مجانا لاي محافظه داخل مصر يا ندى. طيب كلميني بقى عن مكونات الثلاث، يعني الثلاث منتجات الاساسيه بتوع الكورس.
كلميني عن مكوناتهم اكتر. بصي بقى، عايزين نتكلم على مكونات كل منتج. هو دايما بقول يا ندى انه اي مرض في الدنيا، انا كدكتوره بحب لما اجي ادي علاج للمرض ده ما بديش منتج واحد. برد عندك، زورك بيوجعك، عندك كحه، عندك، دايما بحب احوط الجسم بكذا منتج، بس طبعا بيكونوا مرخصين من وزاره الصحه المصريه وببقى متاكده من فعاليتهم علشان اخف اسرع. نفس القصه في السمنه. لما حد بيجي لي انا عايزه اخس، انا ما بديش منتج واحد، ما هو جايز جدا المنتج ده يشتغل مع الحاله وجايز جدا ما يشتغلش، يبقى انا كده ما استفدتش. انا لازم احصن الجسم او الحاله اللي عايزه تخس بكذا منتج علشان كده كده هتخس. احنا ورا الجسم لحد ما كده كده هتخس. طيب بنخسس اي حد عايز يخس ازاي من 10 15 كيلو في الشهر من غير ما تعمل دايت او رياضه؟ ان احنا بنحوط الجسم بمجموعه من المنتجات، كبسولات السوبر سيليوم، كبسولات البيسلم، وكريم شد الترهله. فخلينا نتكلم في الاول على كبسولات السوبر سيليوم بتتكون من ايه. طب ينفع قبل ما اخش في تفصيلها بالتحديد اخد وفاء وارجع تاني؟ طبعا. يلا قول يا وفاء. مساء العسل، ازيك يا ندى؟ ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انتوا عاملين ايه؟ كله زي الفل يا حبيبتي، ربنا يخليك. كنت عايزه اسال بس الدكتور على سؤال بعد اذنك. طبعا. اتفضلي يا وفاء، اهلا بيكي. ربنا يخليك. اتفضلي. اهلا بحضرتك. دكتور انا حاولت اعمل ريجيم يعني بشتى الطرق. ايوه. ودلوقتي يعني تقل جسمي اكتر من الاول. ايوه. ومش عارفه يعني مش عارفه اعمل ايه يعني. وبعدين انا عامله عمليه. انت سنك قد ايه؟ وزني 120. تمام. وطولك 168. وسنك قد ايه؟ 44 سنه. طيب بصي يا وفاء، بتاخدي اي ادويه لاي امراض؟ عندك ضغط، عندك سكر، عندك مقاومه انسولين، عندك غده، اي حاجه؟ دي 5 غضاريف في رقبتي وظهري. بس ده يعني بتاخدي لهم علاجات مش كده؟ متابعه مع الدكتور بتاعك. تمام. بص يا وفاء، احنا هناخد، لازم ناخد الكورس كامل، الكورس اللي هينزلك من 10 ل 15 كيلو في الشهر. طبعا هتاخدي كبسولات السوبر سيليوم، هتاخدي كمان كبسولات البيسلم، وهندهن كريم شد الترهلات قبل النوم مره بالليل. الكورس ده اللي انا قلته لك يا وفاء هيقدر يخسسك من 10 ل 15 كيلو في الشهر. طيب على اي اساس؟ حاله هتخس 10 كيلو، حاله ثانيه ممكن تخس 11 كيلو، حاله ثانيه ممكن تخس على نفس الكورس 15 كيلو. ايه الفرق ما بين الثلاثه يا ندى؟ الفرق استجابة الجسم. بالظبط. اول حاجه استجابه الجسم زي ما انت بتقولي. تاني حاجه يا ندى، معدل حرق الجسم. انا حرقي غير حرقك. صح. غير حرق اي حد قاعد معانا. ليه؟ لانه الحرق عندي على حسب سني، على حسب الوزن قد ايه. دايما الاوزان الثقيله اللي عايزه تنزل اوزان كتيره دي حرقهم بيبقى حلو مع الكورس، بيخسوا كتير يعني. ممكن تنزل معايا في الشهر 20 كيلو. يعني كورس سوبر سيليوم فعال جدا مع الاوزان الكبيره؟ طبعا طبعا. مع بصي، مع كل الاوزان هو كده كده بيشتغل، انه بيسد الشهيه وبيعلي حرق الجسم بطريقه طبيعيه امنه 100%، لانه بالكامل مرخص من وزاره الصحه المصريه وملوش اي اثار جانبيه خالص. اطلاقا ملوش كمان اي اثار جانبيه. اي حد يا ندى يقدر بيتفرج علينا يقدر انه يستخدم الكورس بمنتهى الامان. الاطفال من سن 12 سنه تقدر تستخدم الكورس، ما فيش اي مشكله. بس بتختلف من 10، انا دايما بدي رينج انه بينزل في الشهر معايا من 10 ل 15 كيلو. ده بناء على نسبه حرق الحاله اللي هتاخد الكورس، السن بتاعي، السن الصغير حرقه احسن من السن الكبير، الاوزان الكبيره بتنزل بشكل اسرع من الاوزان اللي هي عايز ينزل 10 كيلو 12 كيلو. ده بينزل يعني الاوزان الكبيره عايز تنزل 30 40 50 بينزلوا بريت حلو جدا وبمعدل حلو جدا معايا. بس كله في الاخر النتيجه ان كله بينزل من رينج من 10 ل 15 كيلو من غير ما نعمل دايت وانا منتخه على الكنبه. فاي حد بيتفرج علي عايز ينزل يا ندى في الوزن، طبعا كورس السوبر سيليا مناسب جدا لاي حد، رجاله وستات واطفال وكمان الناس اللي عندها امراض مزمنه. طبعا بصي، ما لسه بقى كنت هقول لك سوبر سيليوم، علشان في ماده اساسيه في مكون في كبسولات البيسلم ومكون كمان في كبسولات السوبر سيليوم. اسمها ايه؟ اسمها قشور السيليوم او السيليوم هاسك بالمصطلح الانجليزي بتاعها يعني الطبي. طيب قشور السيليوم دي بتشتغل ازاي؟ المكون ده مكون رئيسي عندي في الكورس، سواء كان في كبسولات السوبر سيليوم او كبسولات البيسلم. قشور السيليوم دي بتعتمد يا ندى اعتماد كامل على انها بتسد الشهيه للناس اللي عندها شهيتها عاليه. مش احيانا تلاقي ان واحد مثلا يقول لك انا باكل كميه اكل رهيبه، انا زعلان باكل، فرحان باكل، تعبان باكل، عايزه انام باكل، تلاقيني باكل 24 ساعه. فاحنا عاملين الكورس ده للناس اللي بتاكل شهيتها مفتوحه، بس اديها لها عن طريق قشور السيليوم اللي بتنفش في المعده. تخيلي يا ندى دي المعده بتاعتي، حطيت كبسولات البيسلم او كبسولات السوبر سيليوم جوه المعده، هيحصل ايه؟ الكبسوله هتتفتح جوه المعده، هيطلع منها مكون القشور السيليوم او السيليوم هاسك اللي بقول لك عليه. انت عارفه هو
شبيهه قوي لعمليه البالون. ايوه بالظبط، برافو عليك. هو عشان كده بنقول انه بديل عمليه بالون المعده او بديل الجراحات، لانه بيدي نفس الحاجه بس بعيد بقى عن تكلفه الجراحات العاليه، بعيد عن مخاطر العمليات الجراحيه، بعيد عن فتره النقاهه اللي انت بتاخديها بعد العمليه، كل الكلام ده. فانا بحط قشور السيليوم جوه المعده تبتدي تنفش في المعده، كل ما تنفش زي السفنجه لما تحط لها ميه، كل ما تنفش كل ما تحسسك بالشبع، تملى المعده فتحسي بالشبع على طول. اديني حل حلو قوي بكورس سوبر سيليوم. يعني انتوا حليتوا مشكله الناس اللي شهيتها مفتوحه، وحليتوا مشكله الناس اللي عندها ترهلات، وحليتوا مشكله واللي حرقها قليل واللي شهيتها مفتوحه وكل الكلام. طب الناس بقى العدو الاول بقى السكر، الناس اللي بيحبوا السكر، لان بالمناسبه انا واحده منهم. انا بحب السكر، بدات اروح البدايل دلوقتي، بس انا بحب الحاجات المسكره. بتحبي الحاجات المسكره؟ كورس سوبر سيليوم عمل ايه عشان يعوض الناس عن احتياجهم للسكر؟ حلو قوي سؤالك يا ندى. دايما بقول انه اي حد لما بيجي لي انا عايزه اخس، بسال اول سؤال، طب انت شهيتك مفتوحه ولا ما بتاكليش كتير وبتلاقي نفسك زياده في الوزن، ولا بتاكلي مثلا انواع معينه انت بتبقي عارفه ان دي اللي بتزود لك في الوزن؟ حلويات، كربوهيدرات، رز ومكرونه، عيش، في ناس كده، حلويات، كنافه وشوكولاتات والحاجات اللي انت عارفاها. طيب انا بحدد الحاله حصل لها زيادة وزن ليه؟ لو حلويات على طول لازم تاخد كبسولات البي سليم. كبسولات البي سليم يا ندى فيها مستخلص الأناناس، فيها الكروميوم، فيها الفانيليا، فيها قشور السيليوم، كل المكونات دي بتشتغل على الدهون اللي بتيجي من الحلويات، من السكريات. طب ولنفرض حد قال لي طب انا بتخن مش من الحلويات، ده انا بتخن من الرز والمكرونه والعيش، باكل حاجات كتيره وكربوهيدرات كتيره، طب اعمل ايه؟ ادي ساعتها كبسولات السوبر سيليوم. كبسولات السوبر سيليوم بالظبط اللي بتنفش في المعده، دي رقم واحد. رقم اتنين، ان في عندي كمان جوه كبسولات السوبر سيليوم مستخلص التوت الطبيعي اللي بيشتغل على الدهون اللي ناتجه من الكربوهيدرات. طيب تعالي ناخد المداخله دي، مين معانا؟ محمد، مساء الجمال. مساء الجمال، ازيك يا رامي؟ ايه كله زي الفل، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير والله. قول لي عندك سؤال للدكتوره حنان؟ والله عايز اسال سؤال، بس انا وزني 100 كيلو وانا طولي 182. الوزن 100 كيلو والطول 183؟ 182. 182. تمام. اوكي، عندك اي اسئله ثانيه للدكتوره حنان؟ لا خلاص، ركز بقى في الجملتين دول، شرفتنا ونورتنا. هو محتاج طبعا ينزل لحوالي 20 كيلو او 18 كيلو بالظبط يا ندى. فاحنا يا محمد هناخد كورس سوبر سيليوم كامل علشان تقدر تخس معايا ال 20 كيلو دول او ال 18 كيلو دول، هيخسهم معايا ان شاء الله في شهر. لان هو انا طبعا ما سالتوش على سنه، بس هو واضح ان سنه صغير، فالحرق عنده هيبقى حلو. مع الثلاث منتجات، كبسولات السوبر سيليوم، كبسولات البي سليم، وكريم شد الترهلات، هيدهنه بالليل قبل النوم على المناطق اللي فيه سمنه او عايز يتخلص من الدهون، هنقدر يا ندى ان احنا ننزل ال 18 كيلو في شهر. لو يعني بقى جدع كده معايا ومشي على الكورس يومي، وشرب كوبايتين ميه كبار بعد كبسولات السوبر سيليوم وكبسولات البي سليم. بس على فكره هو التارجت بتاعه مش كبير، مش كبير، خصوصا مع كورس السوبر سيليوم اللي هو في الطبيعي حضرتك قلتي انه بينزل تقريبا من 10 ل 15 كيلو شهريا. وفي ناس طبعا بتنزل معانا 20 كيلو كمان يا ندى في الشهر، بس انا بحب التعليمات الفريق الطبي. الناس بينزلوا من 10 ل 15. تعليمات الفريق الطبي دي برده حاجه انتم موفرينها في الشركه. اكيد اكيد. المتابعه انا عايزه اقول لك دايما، حتى لما بقعد مع الفريق الطبي، المتابعه دايما يا ندى اهم من العلاج. انا ممكن ادي لحد علاج، حتى احنا كاشخاص لما بناخد علاج ونلاقي محدش بيهتم بينا او محدش بيتصل، ممكن تكسلي تكملي. لكن في حاجتين الحقيقه بيشجعوا اي حد انه يكمل على كورس سوبر سيليوم. اول حاجه لما بيلاقي النتيجه الحلوه، اما بيلاقي نفسه مثلا في اسبوع نازل 3 4 كيلو، بيطمن ويتحفز اكتر. ايه ده انا نزلت في اسبوع 4 كيلو، ده انا هكمل، انا اكمل بقى. فدي اول حاجه بتحفز الحقيقه الناس ان هي تكمل. تاني حاجه بقى متابعه بقى الفريق الطبي، الدكاتره تصريح وزاره الصحه طبعا، ده من اكيد دي حاجه بتطمن الجمهور جدا. بالظبط، دي حاجه ملهاش. طيب يعني تعالي ناخد مريم. مساء الجمال يا مريم. مريومه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا مريم؟ عامله ايه؟ كله زي الفل. تمام، كله جميل. بتكلمي الدكتوره؟ طبعا دكتور حنان معاكي. اتفضلي يا مريم. ازيك؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. انا بصي داخله على جواز ومفروض فتره قليله، وانا وزني 100 كيلو، فعايزه اخس. يعني بما عندي ما عنديش وقت ان انا اخس رجيم، فهل الكورس ده هيخصني قد ايه؟ طبعا احنا مسمينه يا مريم الكورس السريع لانقاص الوزن، بس انا محتاجه اعرف الاول وزنك قد ايه وطولك قد ايه يا مريم؟ وزني 100 وطولي 169. وطولك 169؟ يعني تقريبا عايزين نخس 30 كيلو يا مريم، صح؟ انت فرحك كمان قد ايه؟ كمان شهرين.
انت هتنزليهم معايا. لسه كنت اقول لك ال 30 كيلو دول هتنزليهم معايا في شهرين ان شاء الله. هتاخدي الكورس السريع لانقاص الوزن يا مريم، الثلاث مكونات عندنا والثلاث منتجات، كبسولات السوبر سيليوم، كبسولات البيسلم، وكمان كريم شد الترهلات. النهارده يا مريم حظك طبعا انك انت عروسه طبعا جديده كمان يا ندى، فان شاء الله الف مبروك يعني وربنا يتمم على خير. هتاخدي الكورس النهارده، وهديه بقى مني ليكي كده يا مريم بما ان انت عروسه جديده، هخلي لك اربع هدايا مش ثلاثه مع الكورس ان شاء الله. يعني هتوزعي هدايا من عندك، ولما اجي اقول لك خلي الخصم مفتوح للناس عروسه يعني تطلعيني انا اللي وحشه وبخسر الشركه. ما اصل انت مش فاهمه، الخصم لو سبته مفتوح للناس، احنا مثلا بيجي لنا بيطلع مثلا اوردر في اليوم 2000 كورس، فانت لو هتعملي لي 2000 كورس هتعملي عليهم خصم 50% كده، احنا هنقفل يعني ممكن صاحب الشركه يعني يمشينا انا شخصيا. طب هو لازم لاول 100 متصل. والنبي يا جماعه اطلبوا الكورس دلوقتي والحلقه شغاله عشان تاخدوا ال 50%. الله يرضى عليكم يا جماعه. ومريم قولي لهم ان تبع الفريق الطبي، لما هنحولك دلوقتي على دكاتره الفريق الطبي هتكلميهم هيوصلوا لك الثلاث منتجات، الكورس السريع لانقاص الوزن، مع هتاخدي كورس طبعا شهرين عشان الشهر تنزلي فيه 15 كيلو وهي محتاجه تنزل 30 كيلو، فهتاخد كورس شهرين، كل كورس منهم عليه خصم 50%، وكل كورس هيبقى عليه ثلاث هدايا، وهتاخدي بقى منتج هديه انا اللي بديهولك، اختاريها بقى من كريم العظم او كريم البشره او الهير تون سيرم التساقط، وطبعا خصم 50%. شركه سوبر سيليم مش انا اللي بخسركم بالخصم، الاستاذه بتوزع على الجمهور هدايا وانا قاعده الا معزمك على المذيع. عروسه يعني. هنطلع فاصل سريع. هنطلع فاصل ونرجع، استنوني. ورجعنا لكم ولسه مكملين معاكم فقرات برنامجنا، برنامج مطبخ البلد. في كده مفهوم خاطئ. ايوه. الناس تقول لك ايه؟ انا هعمل دايت، انا همنع اكل. تبص تلاقي العزيمه هتفجر الكوليه اول اربع ايام صح او تلات ايام، بعد ما الكوليه بيتفرتك بعد اربع ايام اللي هو اللي عاملين كده دول، تبص تلاقي ايه بقى؟ الدنيا لو خسيت والله في الاربع ايام 2 كيلو تلاقيها بعد الاربع ايام رجعتهم 10 كيلو. يعني ليه ما بتصدق بقى بتاكل كميه اكل؟ ودي حالات كتيره قوي يا ندى بنشوفها، وفعلا حاجات منتشره ان يقول لك انا هعمل دايت، انا طول اليوم انا هاكل زبادي بس، او انا طول اليوم هاكل ثمره فاكهه بس تفاحه، مش باكل حاجه تاني. فتلاقي نفسها بتخس اول يومين ثلاث ايام مثلا نزلت كيلو او 2 كيلو، بعد الثلاث ايام تلاقي بقى نفسها مش عارفه تفرمل نفسها على الاكل. رز ومكرونه ومقالي وبطاطس وحلويات وعك بقى ما اقولكيش. هي خسرت 2 كيلو ولا رجعتهم 5 كيلو زياده في الوزن. فطبعا عشان كده انا دايما بقول يا جماعه مدرسه الحرمان من الاكل عشان اخس مدرسه اثبتت فشلها جدا. ما ينفعش ما ينفعش انا احرم نفسي امنع نفسي عن الاكل خالص علشان اخس، مستحيل تخسي، بالعكس هتزيدي كمان في الوزن. طب ما تورونا كده يا جماعه والنبي صفحه الفيسبوك، لان في ناس غاويه تطلب اونلاين على فكره. طبعا في ناس غاويه تطلب اونلاين، وانت عارفه الفيك اكونتس والحاجات طبعا والقصص. وبرده دي الارقام اللي نقدر نطلب منها الارقام بالظبط، فهي دي طرق التواصل معانا يا ندى. الارقام طبعا اللي ظاهره قدامهم على الشاشه، وكمان احنا زودنا الارقام علشان ضغط الاتصالات، انت عارفه كان بيبقى ضغط شديد جدا على الفريق الطبي، فزودنا الفريق الطبي الدكاتره اللي معانا وزودنا ارقام كمان، وصفحه الفيسبوك اللي اتعرضت من شويه دي بيقدروا برده يطلبوا من خلالها الكورس. عليه النهارده ثلاث منتجات تخسيس عليهم خصم 50%، عندي خصم 50% على كبسولات السوبر سيليوم، خصم 50% على كبسولات البيسلم، خصم 50% على كريم شد الترهلات، بالاضافه عندي ثلاث هدايا مع الكورس اللي هي كريم مقاومه التجاعيد وعلاج التجاعيد وترطيب البشره، كريم العظم لجميع مشاكل العظم مختلف الانواع، وكمان عندي سيرم هير تون لتقويه الشعر ومنع التساقط. دول ثلاث هدايا مع الكورس اللي هم ثلاث هدايا، فبيوصل لاي حد بيتفرج علينا عايز يخس هيوصل له من خلال طبعا الارقام اللي ظاهره قدامهم على الشاشه هيطلبوا، هيوصل له الكورس ست منتجات، باكج كامله ست منتجات، ثلاث هدايا مع ثلاث منتجات تخسيس، وعليهم النهارده خصم 50% بس لاول 100 متصل فقط. لبي هيا بنا نلعب، وهيا بنا نلهو، وهيا بنا نشاهد الصور بيفور اند افتر ونعرف يلا الناس دي تحولت ازاي. يلا بينا. يلا بينا. يلا. انا بحب فقر الصور دي قوي يا ندى، لان بشوف الانجازات بتاعت الناس بعد ما استخدمت الكورس حاجه خطيره بصراحه. خس قد ايه ده تقريبا يا دكتور؟ ده تقريبا خس 25 كيلو، كانت من اصعب الحالات عندنا عشان كانت عنده الدهون دهون عنيده في المنطقه السفليه اكتر يا ندى، زي ما انت شايفه في البطن وفي الارداف. استني، دهون عنيده ومنطقه سفليه يعني؟ ده كريم ترهلات وش بالظبط كان؟ لا، واخد الكورس كامل كمان، كريم ترهلات جاب معاه نتيجه هايله زي ما انت شايفه، لو هو لابس التيشيرت الاحمر مع كبسولات السوبر سيليوم وكبسولات البيسلم اتشفط. لدرجه ان الناس كانوا
كانوا بيقولوا ان هو عامل عمليه تكميم او بالون معده يعني. هو يقول لهم يا جماعه لا والله استخدمت كورس سوبر سيليم، فزي ما انت شايفه خس 25 كيلو في حوالي شهرين ونص. اللي بعده نيكست، دي برضو كانت من اصعب الحالات اللي كانت معانا، لانه شخص كان بيحب الحلويات جدا، الحاله دي كان بيموت زميل الحلويات. يعني زميل فلقينا فعلا ان هو كان بيلخبط كتير وبياكل حلويات كتير، فخد الحقيقه كبسولات البي سلام مع كريم شد الترهلات. زي ما انت شايفه خس 30 كيلو يا ندى، بنتكلم في 3 شهور ونص تقريبا. يعني بمعدل كل شهر كان 8 كيلو تقريبا، وكان من الحالات اللي مش ملتزمه وبيلخبط كتير في الحلويات، وزي ما انت شايفه وصل الوزن المثالي. ايه اللي بعده؟ دي برضو كانت من اقوى الحالات اللي عندنا برضو يا ندى، خس حوالي 20 كيلو، بنتكلم في شهرين وخمس ايام، برضو كانت حاله فعلا حاله ناجحه جدا ومن انجح ومن اقوى الحالات اللي معانا. ايه اللي بعده؟ برضو دي كانت حاله رائعه، خد الكورس كامل الحقيقه، كريم شد الترهلات، كبسولات السوبر سيليم وكبسولات البي سليم، وخس حوالي 28 كيلو في 3 شهور. طيب تعالوا كده اخيرا نبص على صوره الفيسبوك، والنبي الله يرضى عليكم عشان البيجات الفيك. وضغط المكالمات كمان يا ندى، في ناس كتيره بيقولوا ان احنا بنتصل على الارقام، احنا زودنا حقيقي، زودنا ارقام فعلا، هيلاقوا ارقام زادت. المهم لما تزودوها حطوها هنا، ما هم حاطينها اللي هتلاقي الاسترابه كل شويه بتغير، فزودوا ارقام بالاضافه، لانه كان في ضغط كتير الحقيقه على الفريق الطبي من خلال التليفونات، فعشان كده بنبقى حريصين نعرض كمان صفحه الفيسبوك اللي عايز يتواصل مع الدكاتره من خلال صفحه الفيسبوك. في ترند كده طالع بالتحليل على تيك توك يقول لك مستحضر التوت بيعلي الحرق. ايوه صحيح. ماذا يعني هذا الترند يا فندم؟ صحيح مستحضر، انت تيجي تشتغلي معانا يا ندى. معلش. بصي بقى انت خلاص انت كده عديتي. انا بتابع من بعيد لبعيد كده، واقعد على التيك توك اعمل شويه حاجات كده القط كام معلومه. صحيح. بصي بقى فعلا مستخلص التوت الطبيعي من اكتر الحاجات اللي بتزود حرق الجسم 4 مرات ضعف الحرق الطبيعي، ولنفرض ان احنا كده بديكي حاجه جزافيه، يعني لو نفرض ان حرقك 4 مع مستخلص التوت لوحده لو انت خدتيه هيبقى حرقك 16، ليه؟ بيزود حرق الجسم 4 أضعاف معدل الحرق الطبيعي. فما بالك بقى كبسولات السوبر سيليم، فيها قشور السيليم، فيها مستخلص التوت الطبيعي، فيها القهوة الخضراء، كمان كبسولات البي سليم، فيها الفانيليا، فيها الكروميوم، فيها مستخلص الأناناس اللي فيه إنزيم البرومالين بيعلي الحرق، في قشور السيليم، زي ما قلت لك كل الحاجات دي بحوط الجسم من كل النواحي، يعني أنا بنفضل ورا الجسم هتخس، يعني هتخس من 10 15 كيلو. اي حد بيتفرج علينا عنده سمنه موضعيه، عنده بطن، عنده ارداف اللي هي كرش كده بالبلد زي ما بنقول، عندنا جناب او ارداف، عنده لغد، عنده تنيات ظهر، عنده جناب، كل الناس اللي عايزه تخس او سمنه كليه في الجسم كله من اول الراس لحد تحت، ده بنقدر ان احنا نخسسه من 10 15 كيلو بكورس السوبر سيليم الثلاث منتجات، ومع النهارده 3 هدايا، سيرم تساقط منع تساقط الشعر، سيرم هيرتون، وكمان كريم ترطيب البشره وعلاج التجاعيد، وكريم العضل. دول 6 هدايا يا جماعه بيوصلوا لكم بخصم 50% على الثلاث منتجات بتاع التخسيس، والشحن مجاني، بالاضافه للشحن طبعا مجانا، ومتابعه طبيه مجانا، ومتابعه مجانيه مره كل اسبوع مع الدكاتره لاي حد بياخد الكورس، بس الخصم 50% والثلاث هدايا لاول 100 متصل فقط لا غير. ليه سوبر سيليم او ليه كورس سوبر سيليم بالتحديد بصرف النظر عن غيره من منافسين المنتجات؟ ايوه ليه؟ هقول لك ليه، لان كورس سوبر سيليم احنا اولا الكورس بالكامل بالهدايا مرخص من وزاره الصحه المصريه، تاني حاجه الكورس يا ندى 3 منتجات زي ما قلت لك مش منتج واحد، معظم منتجات التخسيس اللي موجوده في الماركت عامه يقول لك ايه ده خدي هتخسي عليه وخلاص، بيبقى حاجه واحده في اليوم لكن الكورس بتاعنا 3 منتجات هيخسسوك، يعني هيخسسوك. رقم 3 ان الكورس بتاعنا بيعتمد على مكونات طبيعيه 100% بتقدر ان هي بنقدر نستخدمها لاي حد، حتى المرضى، مرضى الضغط، مرضى السكر، مرضى مقاومة الإنسولين، مرضى الناس اللي عندها غدة، أي حد عنده أي مرض أو بياخد أي علاج آمن تماما. فالكورس بتاعنا ملوش أي آثار جانبية، ملوش مضاعفات، كمان عليه خصم النهاردة 50% الثلاث منتجات مع الثلاث هدايا، وكمان متابعة الفريق الطبي الدكاترة، دكاترة يا ندى، ودايما بأكد على الكلمة دي، إنه الفريق الطبي بتاع يا جماعة كورس السوبر سيليم الأرقام اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة اللي بيرد عليكم دكاترة خريجين طب وصيدلة، بياخدوا البيانات كاملة من العميل أو من الحالة اللي عايزة تخس، وبياخدوا العنوان وبيرشحوا لها الكورس المناسب ليها، بيوصلوا لها لحد باب البيت، طبعا شحن والتوصيل مجانا النهارده، والمتابعه بتكون مره كل اسبوع مع اي حد خد الكورس سواء لحقوا بالخصم او من غير خصم. دايت يعني مود وحش، يعني قريفه، يعني خلقنا ضيق، صح، يعني حزن مغلي، صح، هما مرتبطين ببعض. المود الوحش ده كورس السوبر سيليم بيتعامل معاه ازاي؟
هو ما فيش بقى مع مود وحش مع كورس سوبر سيليم. ليه بقى يا ندى؟ قولي لي ليه؟ لان كورس سوبر سيليم ما بيلعبش على الجهاز العصبي المركزي. دايما بنقول الادويه او الحاجات اللي في بعض الناس بتاخدها اللي هي بتسبب الاحباط والاكتئاب والنوم وان انا حاسه ان انا كسلانه، ان انا حاسه مش قادره اتحرك، كل ده بيلعب على الجهاز العصبي المركزي. دي المنتجات اللي فيها ماده اسمها سيبوترامين، اكيد الدكاتره عارفينها. دي بتلعب على حاجه في المخ تخليك تحسي باللي انت بتقولي ده، بتقلل الاندورفينز وبتقلل السيروتونين في المخ، فبتحسسك بالحاله المزاجيه السيئه. الجميل بقى في كورس السوبر سيليم بالثلاث منتجات بتوعه ان انا ما عنديش الماده اللي بتسبب الاحباط او الاكتئاب او بتسبب لي الخمدان ده اللي بنقول عليه، او ان انا بقى مش قادره اعمل مجهود. فاحنا مواد طبيعيه 100% ملهاش اي اثار جانبيه وملهاش اي مضاعفات. طب ما تيجي نشوف احمد كده رخر بيعاني من الاكتئاب بتاع الدايت ولا لا؟ مساء الفل يا احمد. اخبارك ايه؟ كله زي الفل. كنت عايز اسال بس الدكتور حاجه بعد اذنك. طبعا دكتور حنان معاك. لو سمحت يا دكتور، انا طولي 115 ووزني 180. 180؟ طولي 115 ووزني 180، ومشيت على انظمه يعني رجيم كتير يعني، وبتمرن وبنزل الجيم، بس برضه يعني مفيش نتيجه. هذا الكورس مثلا هلاحظ مثلا نتيجه مثلا طبعاً بعد فتره قليله ولا؟ الكورس طبعا يا احمد هيبقى هتاخده، الكورس السريع لانقاص الوزن، هتاخد الثلاث منتجات، كبسولات البي سليم، كبسولات السوبر سيليم، وكمان كريم شد الترهلات. مواعيد الكورس هتاخده مع الفريق الطبي يا احمد، هيبلغوك بمواعيد الكورس. انت محتاج على الاقل طبعا كورس 3 شهور او 4 شهور، عشان انت عندك سمنه مفرطه، لازم ننزل الوزن الزياده لانه هياثر بعد كده عليك على العظم وعلى الكبد وكده. شرفتنا ونورتنا ابو حميد. النهارده طبعا خصم احمد من الناس اللي هتاخد الخصم، لانه من اول 100 متصل هياخد خصم 50% على الثلاث منتجات. ده لو اتصل اثناء الحلقه. الثلاث هدايا بالظبط كده. صح كده؟ بالظبط. طيب دي برضو صفحه الفيسبوك للتاكيد علشان الاكونتات والبيجات المضروبه. طيب عايز اعرف حاجه، مرضى القولون. ايوه. ازاي كورس زي ده بيتعامل مع مرضى القولون؟ ان حضرتك قلتي ان هو بينفش في المعده. بالظبط. قولون يعني قولي بقى. بصي بقى، قولي بقى. مستخلص الاناناس الطبيعي اللي موجود في كبسولات البي سليم يا ندى، في الاناناس عامه في انزيم اسمه برومالين. البرومالين ده بينظم حركه الامعاء، مفيد جدا للناس اللي عندها قولون، بيشتغل على علاج القولون وتنظيم حركه الامعاء. فاي مرضى القولون بيقدروا يستخدموا الكورس وكبسولات البي سليم والسوبر سيليم وكريم شد الترهلات بمنتهى الامان بمنتهى الفعاليه، بل بالعكس هينظم حركه الامعاء ويعالج كمان مشاكل القولون. عشان الجسم يعني يستجيب للكورس ونبدا نشوف نتائج مبهره، تقريبا ده في قد ايه؟ بصي، هو كل اسبوع بيحسوا طبعا بنتيجه، يعني هو الطبيعي بتاعنا انه اي حد بياخد الكورس معانا في الاسبوع بيخس من 3 ل 4 كيلو. فاحنا بنتكلم انه كل اسبوع بتنزلي 3 كيلو على الاقل، فانت 3 كيلو الاسبوع اللي بعده 3 كيلو، فبتحسي بالنتيجه على طول، لحد ما بتكملي الشهر بتنزلي من 10 ل 15 كيلو. فترة الحمل والرضاعة انت هنا في فترة بتغذي فيها اتنين، بتغذي ام بتبني جنين، وبتغذي بالزبط. بعد كده حتى بعد الولادة بتغذي ام بترضع جنين. بالظبط. تقريبا من بعد قد ايه من الولادة الام اللي بترضع تقدر تستخدم كورس سوبر سيليم؟ بعد الولادة على طول، يعني بعد الولادة مباشرة عادي، مفيش مشكلة خالص. اللي عايزة تاخد طبعا كورس سوبر سيليم امن تماما على الام، تقدر انه الكورس بينزل من 10 ل 15 كيلو بالكامل، مرخص من وزارة الصحة المصرية الثلاث منتجات وكمان الثلاث هدايا. والاطفال؟ والاطفال من سن 12 سنه. علشان ليه بنقول 12 سنه مش قبل كده؟ علشان الكورس بيبقى فيه القهوه الخضراء اللي ممكن تعمل ايه شويه زي ما بنقول النشاط. فاحنا الاطفال قبل 12 سنه هم اساسا لوحدهم بيبقوا مهايبرين وعندهم نشاط زياده. صح. فما يعني ما ممكن طبعا قبل 12 سنه، بس هو بنقول انه القهوه الخضراء من الحاجات اللي بتسبب النشاط، بتدي باور كبير، فبننصحها من الاطفال من 12 سنه. طبعا كريم شد الترهلات ده من الحاجات او من مكونات الكورس اللي اي ست بتتفرج علينا دلوقتي قاعده اهتمامها كله رايح له. ايوه. الكريم ده ايه المناطق اللي اقدر استخدم فيها الكريم ده ويبقى بجد فعال؟ اي مناطق يا ندى عندنا فيها سمنه موضعيه، دايما بقول حتى في ناس كثيره خست معانا على الكورس بال 20 و 30 و 40 كيلو، يقوموا يقولوا ايه، طب احنا خاسين خلاص مش عايزين الكبسولات، احنا كده وصلنا الوزن المثالي، بس احنا عايزين كريم. فبياخدوا كريم لوحده. ليه؟ الكريم خطير، بينحت الجسم يا ندى بطريقه رهيبه. اي حد عنده وسط
عايز ينحتوا او البطن عايزين نقلل الدهون اللي فيها نكسر الخلايا الدهنيه. اللغد برافو عليكي. تنيات الظهر احيانا كتير لما بتيجي تلبسي لبس ضيق او كده الناس اللي عندها سمنه بتلاقي فيه تنيات كده للظهر شكلها ما بيبقاش حلو. ايوه تمام. بندهن برضو عليها كريم شد الترهلات. الجناب ما هو ما اكتر بقى الناس اللي بتعاني من الجناب. عارفاه. والبطن عارفاه. يا ربي كانها بتتكلم عن واحده صاحبتي. لا انت خلاص دلوقتي يا ندى انت بقيتي موديل. احنا بنتكلم بقى بجد والنبي. اه والله بقيتي موديل مش محتاجه حاجه يعني. يجبرك والله ما شاء الله يعني. فاحنا بنقول طبعا الناس اللي عايزين اللي عندهم سمنه اللي عايزين يوصلوا يبقوا جسمهم حلو كده زي ندى طبعا كريم شد الترهلات مناسب جدا رائع في تكسير الخلايا الدهنيه اللي تحت الجلد لاي حته عندك فيها سمنه او فيها زياده في الوزن. يبقى كده سريعا قولي لي الكورس مكون من كام حاجه اساسيه. ايوه. وكام هديه وغير الثلاث هدايا هناخد خصم قد ايه؟ وكلميني عن الشحن وكلميني عن المتابعه الغذائيه. بصي ما تيجي نشوف. حاضر يلا نشوف. بصي بقى كورس السوبر سيليم طبعا بقى لهم 6 سنين كل يوم النجاح بيزيد عن اليوم اللي قبله. كورس السوبر سيليم عباره عن 3 منتجات تخسيس كلها مواد طبيعيه 100% تقدر تخسس اي حد بيتفرج علينا من 10 ل 15 كيلو في الشهر من غير ما يعمل دايت. دي بنسميها معجزه في عالم التخسيس. ليه؟ لانه بيعتمد يا جماعه على مواد طبيعيه 100% ملوش اثار جانبيه ملوش مضاعفات. بيعتمد على انه يخسس الجسم بطريقتين. اول طريقه انه بيسد الشهيه زي ما قلت لك قشور السيليم بتنفش في المعده بتحسسني بالشبع فما باكلش كتير فالجسم بيخس. تاني طريقة ودي مهمة جدا انه بيرفع معدل حرق الجسم بطريقة طبيعية آمنة بالمكونات بتاعته. عندي القهوة الخضراء بترفع المعدل بتاع حرق الجسم. عندي التوت الطبيعي بيرفع معدل حرق الجسم 4 مرات معدل الحرق الطبيعي بتاعنا. عندنا الفانيليا عندنا الكروميوم عندنا الاناناس كل الحاجات دي بتزود جدا معدل حرق الجسم بطريقة طبيعية آمنة. وزي ما شايفين كل اللي بقوله يا جماعة مكونات طبيعية. الاناناس القهوة الخضراء الفانيليا الكروميوم الحاجات دي كلها طبيعيه. قشور السيليم اللي هي الالياف اللي موجوده في الفاكهه موجوده في التفاح موجوده في الكوخ دي قشور بتسد الشهيه بطريقه طبيعيه امنه. والثلاث هدايا بقى عندنا الكريم بتاع علاج التجاعيد اللي هو بيقيني تماما من انه يظهر اي تجاعيده في وشي. كمان عندنا السيرم هير تون علشان يعالج تساقط الشعر. الناس اللي شعرها بيقع دايما تقولي يعني دايما الناس تقولي انه انا بخس بس بيطلع لي تجاعيد او شعري بيقع. فاحنا المشكلتين دول حليناهم عن طريق الكريم بتاع علاج التجاعيد ده هديه مع السيرم هير تون لتساقط الشعر لمنع تساقط الشعر وتتقيل الشعر جدا. وثالث هديه معانا الكريم بتاع العظم. الثلاث منتجات للتخسيس عليهم خصم 50% والمتابعه مع الفريق الطبي متابعه مجانيه مره كل اسبوع وكمان الشحن والتوصيل مجانا. وبتصلوا بالارقام الظاهره قدامهم على الشاشه عشان يوصل لهم الخصم والهدايا لاول 100 متصل فقط لا غير. اوكي دي نظره اخيره كده على صفحه الفيسبوك اللي نقدر برضو نطلب من خلالها لو حابين نطلب اونلاين. للاسف قعدتي الحلوه مع دكتوره حنان الحسيني بتخلص لحد هنا.